عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جاية بصور معاكم هدم محطة المعمورة، والاول مرة على اليوتيوب بيكون تصوير حصري. هنتابع ونشوف كل التفاصيل اللي بتحصل في المعمورة او في محطة المعمورة. زي ما انتوا شايفين في معدات جوه المحطة، وهقرب معاكم التصوير داخل المحطة عشان تشوفوا المعدات وايه اللي تم بالظبط في محطة المعمورة. طبعا تم غلق جميع المحطات اللي كان فيها قطار ابو قير، كل المحطات تم غلقها، وحاليا احنا موجودين في محطة المعمورة بنتابع اعمال الهدم. وهنا كان في معدات كتير قوي موجودة داخل المحطة، وكمان تم إزالة القضبان، وهوريكم دلوقتي على الطبيعة من داخل المحطة. أنا دلوقتي بصور خارج المحطة عشان تشوفوا التفاصيل كلها. طبعا في كمان أعمال تطوير بتتم أو أعمال هدم بتتم في أبو قير وتوسون. طبعا بدء تنفيذ المرحلة الاولى من مترو اسكندرية. وهنا بصوا مفيش قضبان خالص، تم ازالة القضبان الحديدية، ودي بعض المعدات المنتشرة وموجودة في المحطة. وكان في برضو عمال موجودين داخل المحطة واقفين يعني اخر المحطة، لو تقدروا هتشوفوهم معايا. يعني طبعا احنا عارفين ان الشركة اللي مسؤولة عن عمليات هدم المحطات هي شركة محمد فوزي قاسم، ودي معدات الشركة وبتقوم بهدم المحطات. وكانت الشركة فازت باكتر من 25 مليون جنيه عشان تقدر تعمل اعمال الهدم للمحطات. وطبعا زي ما انتوا كلكم عارفين ان كان بيتنافس على اعمال الهدم 27 شركة، ولكن الشركة اللي فازت هي شركة فوزي قاسم. طبعا احنا حاليا في المرحلة الاولى من اعمال الهدم، واحنا متواجدين في محطة المعمورة. وزي ما انتوا شايفين ابتدت اعمال الهدم وابتدت ازالة القضبان الحديدية، وخلال ايام المحطة دي مش هتكون موجودة تماما وكأنها ارض فاضية. طبعا دي تهيئة لقطار مترو ابو قير او مترو اسكندرية. ده كده الحفار كنت بصوره عشان اوريكو المعدات الموجودة في المحطة. وبالنسبة لشكل محطة المعمورة فهي هتكون محطة علوية، وطبعا المحطة دي هتكون قبل محطة ابو قير اللي هي اخر المسار بمحطتين. في اقاويل كتير في الفترة الحالية ان المسار هيمتد محطتين داخل ابو قير، بس طبعا لسه لحد الان مفيش اي اعمال تدل على مد المحطتين في الوقت الحالي. ولكن لو تم مد محطتين داخل ابو قير هيتم ربط مدينة ابو قير الجديدة والميناء الجديدة، وهيكون بينهم ربط بالقطار السريع اللي هو هيكون موجود معانا من ابو قير لحد بورسعيد. وزي ما انتوا متابعين وشايفين المعدات اهي بدأت المرحلة تنفيذ المرحلة الاولى من مترو اسكندرية، والمعدات منتشرة في المعمورة وفي توسون وابو قير، ولكن احنا حاليا بنصور في من محطة المعمورة عشان نشوف الاحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي ونشوف كمان تنفيذ المرحلة الاولى. اللي حضراتكم شايفينه حاليا دي المرحلة الاولى اللي بتكون من محطة الشهداء اللي هي كانت محطة مصر لمحطة ابو قير، ودي بتكون طولها حوالي 22 كيلو متر. دي المرحلة الاولى. المرحلة التانية هتكون من العجمي والكيلو 21،
وصولا الى برج العرب. وطبعا المترو هيكون فيه محطات سطحية ومحطات علوية. طبعا هيكون فيه كده مرحلتين باقيين، ولكن لسه هو المرحلتين دول تحت الدراسة، او بالاخص المرحلة التانية حاليا هي تحت الدراسة ولسه لم يتم تحديد موعد التنفيذ. ولكن حاليا زي ما انتم شايفين دي محطة القطار المعمورة، هنقول لها مرة أخيرة وداعا وأهلا بمترو اسكندرية، مترو أبو قير. طبعا احنا كلنا متشوقين نشوف المترو بعد ما يتم تنفيذه، ولكن احنا خطوة بخطوة معاكم بنغطي كل الأحداث اللي بتحصل عشان تكونوا على دراية بيها. دي كده المعدات اللي متوفرة او متاحة حاليا في محطة المعمورة، ودي كده كنت بصور معاكم المحطة بوريكم من الخارج خالص. اعمال الهدم والتكسير بدأ، طبعا التكسير هو حتى في الرصيف بتاع المحطة، وكمان ازالة القضبان الحديدية. لحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا والتغطية بتاعتنا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، و لا تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. حقيقي شكرا جدا جدا لمتابعتكم ولكومنتاتكم، هتوحشوني قوي. لحد الفيديو الجاي استمتعوا بقى بباقي الفيديو، ويقولوا وداعا لمحطة المعمورة. شكرا ليكم، باي باي.